عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلابنا الأعزاء في الصف الثالث الثانوي العلمي، سنبدأ إن شاء الله بمادة الفيزياء. عندنا الوحدة الأولى هي الحركة والتحريك. طبعا الدرس الأول الحركة التوافقية البسيطة، النواس المرن. الفقرة دراسة تحريكية إيجاد قوة الإرجاع. سؤال لهذه الفقرة: برهن أن محصلة القوى المؤثرة في مركز عطالة الجسم الصلب في النواس المرن هي قوة إرجاع تعطى بالعلاقة F تساوي ناقص K بX. طبعا الحل، نحن عندنا نابض مرن شاقولي مهمل الكتلة حلقاته متباعدة، ثابت صلابته K. عندما نعلق في نهايته جسم صلب يؤدي ذلك إلى استطالة النابض مسافة أو بمقدار X صفر، ثم يتوازن الجسم في الوضع O، وضع توازن. حاليا لو أخذنا القوى المؤثرة على الجسم، طبعا الجسم بيأثر عليه قوتين هنن W قوة الثقل و FS صفر قوة توتر النابض. لو بدأنا القوى الخارجية المؤثرة على الجسم، على الجسم W شعاع قوة ثقل الجسم، وعندنا FS صفر قوة توتر النابض. طبعا باستخدام العلاقة الأساسية بالتحريك الانسحابي، طبعا سيجما اف شعاع تساوي صفر شعاع. طبعا هون وضعنا الصفر شعاع، يعني نحن اذا اخذنا الحالة الاولى سميناها حالة السكون، حالة السكون. القوى W شعاع زائد FS صفر شعاع تساوي صفر شعاع. طبعا بدنا نسقط على محور شاقولي موجه نحو الأسفل، تمام. طبعا المحور X فتحة X، إذن بالإسقاط على محور X فتحة X نجد. طبعا بالنسبة للإسقاط W مثل ما أننا شايفينه قوة الثقال شاقولي نحو الأسفل، والمحور هو شاقولي موجه نحو الأسفل مع الحركة أيضا. إذا W مسقطة على المحور موجب و FS صفر سالب، تمام. إذا زائد W ناقص FS صفر تساوي الصفر. ننقل الطرف الآخر W تساوي FS صفر، تمام. هلأ عنا أما النابض، إذن القوى اللي أخذناها في البداية مؤثرة على الجسم. أما النابض فيخضع لقوة طبعا F فتحة S صفر تسبب له استطالة، تسبب له استطالة. الاستطالة في حالة السكون هي X صفر، استطالة السكونية، وتعطى طبعا بقانون هوك اللي هو F S صفر هي نفسها F فتحة S صفر هي K بX صفر. إذا K ثابت صلابة النابض، تمام، بمقدار الاستطالة السكونية له. طيب لو عوضنا هذا الكلام بالعلاقة السابقة، نعوض
نصل W تساوي K بإكس صفر. طبعا W هي مثل ما بنعرف كلياتنا قوة الثقال M بG K بإكس صفر. لو عزلنا إكس صفر، إكس صفر تساوي M بG على K. طبعا هي العلاقة راح نشوف اني راح تلزمنا في حل المسائل. تمام؟ هلا هون لو رسمنا الفتحة اس صفر الحالة الثانية هي حالة الحركة. طبعا سميناها حالة الحركة قام المجرب بشده بإزاحته عن وضع التوازن O بمقدار X وتركه ليهتز أو ليقوم بحركة اهتزازية. إذن نشده عن وضع التوازن O ونتركه، تمام؟ طبعا ليبدأ ليهتز ونتركه ليهتز على جانبي وضع التوازن. تمام؟ إذن حالة الحركة. طبعا القوى الخارجية المؤثرة على الجسم، القوى الخارجية المؤثرة على الجسم عندنا أيضا W شعاع قوة ثقل الجسم و FS شعاع. تمام؟ إذا حالة السكون FS صفر، في حالة الحركة FS. طبعا W قوة الثقال، لم نغير كتلة الجسم المعلق أو الجسم الصلب المعلق بالنابض. تمام؟ إذا FS قوة توتر النابض. أيضا باستخدام العلاقة الأساسية بالتحريك سيجما F مجموع القوى تساوي M بA. طبعا هون حالة، نرجع نعيد حالة الحركة. سابقا حالة مين؟ السكون، كتبنا صفر شعاع. نكتب القوى W شعاع زائد FS شعاع تساوي M بA شعاع. أيضا بالإسقاط على المحور X فتحة X نجد W موجبة ناقص FS تساوي M بA. لو سمينا هاي العلاقة رقم واحد. تمام؟ أما النابض أيضا، أما النابض فيخضع لقوة F فتحة S تسبب له استطالة. طيب نحن قلنا لما علقنا الجسم استطال النابض مسافة X صفر ثم توازن. في حالة الحركة رجع المجرب شد نحو الأسفل مسافة X. تمام؟ معناته لو لاحظنا الإزاحة X، إذا لأصبحت X صفر، لأصبحت استطالة النابض أثناء الحركة هي X زائد X صفر أو X صفر زائد X. تمام؟ إذن الاستطالة اللي سببها X صفر زائد X. طبعا X قيمة جبرية ممكن أن تكون موجبة، راح نشوف لاحقا، أو معدومة أو سالبة. تمام؟ وتعطى بالعلاقة قانون هوك FS هو F فتحة S K بX صفر زائد X. تمام؟ طيب لو عوضنا في العلاقة واحد في واحد نجد العلاقة واحد، أولا W قوة مين؟ الثقل. تمام؟ W قوة الثقل، قوة الثقل من الحالة الأولى حالة السكون وصلنا له انه W تساوي K بX صفر. اذا لو عوضنا في واحد W من حالة السكون K بX صفر، اذا
كي باكس صفر. هاي منين جبناها؟ هاي طبعا كمان شايفين من حالة السكون، تمام؟ لو تابعنا في العلاقة رقم واحد ناقص اف اس، تمام، من القانون كي باكس صفر زائد اكس تساوي ام بآ. عملية نشر بسيطة، كي اكس صفر ناقص كي اكس صفر ناقص كي باكس تساوي ام بآ. مثل ما احنا شايفين كي اكس صفر ناقص كي اكس صفر، نصل ناقص كي باكس تساوي ام بآ. طبعا ام بآ اللي هي مجموع القوى، تمام، ناقص كي باكس، اذا ان محصله اف هي ناقص كي باكس. اذا ام بآ هي مجموع القوى، ان محصله القوى هي قوه ارجاع اشاره سالبه، وهي تتناسب طردا مع المطال وتخالفه بالإشارة. إذن تتناسب طردا مع المطال وتخالفه بالإشارة. إذن توصلنا إلى أن قوة الإرجاع تساوي ناقص كي بإكس. نتابع بالفقرة الثانية في الدرس، الدراسة الحركية، استنتاج طبيعة حركة الجسم المهتز. لو كتبنا سؤال أيضا لهذه الفقرة، سؤال امتحاني دورات، انطلاقا من المعادلة، المعادلة يعطيني إياها MBA، طبعا توصلنا لها بإيجاد قوة الإرجاع MBA تساوي ناقص K بX. في النواس المرن غير المتخامد بيّن، أحيانا برهن أن حركته توافقية بسيطة جيبية انسحابية، ثم استنتج العلاقة المعبرة عن دوره الخاص، تمام؟ طبعا نحن نبدأ بالحل من العلاقة اللي عطيني إياها. إذا في حل هذا السؤال نبلش بالعلاقة اللي عطيني إياها اللي هي M بA تساوي ناقص K بX. طبعا نحن نعلم أن A هي عبارة عن V فتحة بالنسبة للزمن، واللي هو أيضا X فتحتين بالنسبة للزمن، تمام؟ لو عوضنا هذا الكلام بالعلاقة السابقة يؤدي M بX فتحتين بالنسبة للزمن تساوي ناقص K بX. لو عزلنا الX فتحتين يؤدي X فتحتين بالنسبة للزمن هي ناقص K على M بX. احيانا تعطى المعادله في الامتحان من هنا، تمام؟ طبعا هاي المعادله هي معادله تفاضليه من المرتبه، انتبه، مرتبه وليس الدرجه، من المرتبه الثانيه، مشتق الثاني، من المرتبه الثانيه، تقبل حلا جيبيا من الشكل. الحل x تساوي x ماكس كوساين اوميجا 0 تي زائد فاي. طبعا لانه بالاشتقاق مرتين، اكيد نحن نشتاق بالنسبه لمين؟ للزمن. لو كتبنا المشتاق الأول، المشتاق الأول X فتحة بالنسبة للزمن تساوي، طبعا X max ثابت ما لنا شغل معه، X max طبعا الكل بيعرف بأنه مشتق الكوساين هو ناقص ساين، إذا ناقص ساين الزاوية على حالة أوميجا 0 تي زائد فاي، تمام؟ طبعا هون نضع مشتق
الزاوية، مشتق الزاوية طبعا أوميجا زيرو، هذا المشتق مين؟ الأول. المشتق الثاني، تمام، طبعا المشتق الثاني ينتج من المشتق الأول إكس، فتحتين بالنسبة للزمن أيضا ثوابت أوميجا زيرو إكس ماكس. مشتق الساين كوساين أوميجا زيرو تي زائد فاي، تمام. هلا مشتق ما داخل الزاوية أيضا، مشتق ما داخل الزاوية أوميجا زيرو، عملية إصلاح يؤدي إكس فتحتين بالنسبة للزمان هو ناقص أوميجا زيرو مربع إكس ماكس. طبعا إذا كتبنا هاي العلاقة مباشرة بيجوز، بس نحن حاولنا نفصل الاشتقاق من أين أتت. أوميجا زيرو مربع إكس ماكس، تمام، إكس ماكس كوساين أوميجا زيرو تي زائد فاي. طبعا مثل ما أننا شايفين المقدار إكس ماكس كوساين أوميجا زيرو تي زائد فاي، إكس ماكس كوساين أوميجا زيرو تي زائد فاي، من هو إكس، معناته أصبحت العلاقة إكس فتحتين بالنسبة للزمن ناقص أوميجا زيرو مربع في إكس. لدينا العلاقة توصلنا لها أيضا من أجل المطابقة أو المساواة إكس، ولدينا فتحتين بالنسبة للزمن، طبعا هي ناقص كي على إم بإكس، تمام. بالمطابقة إكس فتحتين بالنسبة للزمن لو وضعنا محله ناقص كي على إم بإكس، أو هنا أيضا ناقص أوميجا زيرو مربع بإكس يساوي ناقص كي على إم بإكس، ناقص ناقص إكس إكس، نصل أوميجا زيرو مربع تساوي كي على إم. طبعا بالجزر على اعتبار المقداران إم فاصلة كي موجبان، طبعا بجوز يكتب الطالب إني أكبر من الصفر، بس هذا الكلام دي ينذكر، تمام. نصل أوميجا زيرو تحت الجزر كي على إم. إذن إن طبيعة حركة الجسم هي جيبية انسحابية توافقية بسيطة، يعطى تابع المطال لها بالشكل X تساوي X max كوساين أوميجا زيرو تي زائد فاي. طبعا نشرح الرموز، X تمام هو المطال، تمام، متر، X max سعة الحركة متر، أوميجا زيرو النبض الخاص للحركة طبعا راديان ثاني ناقص واحد، فاي طور ابتدائي ينتج لدينا من شروط البدء طبعا في اللحظة تي تساوي الصفر وحتى أيضا راديان، القوس أوميجا زيرو تي زائد فاي هو طور الحركة في اللحظة تي أيضا وحتى راديان، طبعا هو المطال في اللحظة تي أيضا، تمام. هيك بيكون برهنا له الشق الأول من السؤال. طبعا انتبه أن السؤال فيه شق ثاني، ثم استنتج العلاقة المعبرة عن دوره الخاص. هلا استنتاج الدور، تمام، توصلنا إلى
علاقة النبض مثل ما احنا شايفينها أوميجا زيرو هي تحت الجذر كي على إم. ولدينا أيضا العلاقة اللي تربط بين الدور والنبض والتواتر، وهالأمور لازم يكون كل الطلاب يعرفوها، هي 2 بي على النبض. نعوض النبض 2 بي تحت الجذر كي على إم. عمليات إصلاح يؤدي تي صفر 2 بي تحت الجذر إم على كي. طبعا هي علاقة الدور الخاص للنواص المرن. هلا مثل ما بنلاحظ بانه الدور يتناسب طردا مع الجذر التربيعي لكتلة الجسم، ويتناسب عكسا مع ثابت صلابة النابض، ولا يتعلق بسعة الاهتزاز لانه لا يحوي اكس ماكس في علاقته. اذا عمليا الدور بيتغير عندما M وكي فقط، إذا تغيرت سعة أو إلخ لا يتغير علاقة مين الدور الخاص. إذا لو كتبنا بعض النتائج المتعلقة فيه، طبعا هي M كتلة الجسم كيلوغرام، كي ثابت الصلابة من قانون هوك نيوتن متر ناقص واحد، الدور طبعا ثاني. نلاحظ إن الدور تمام يتناسب طردا مع الجذر التربيعي لكتلة الجسم. 2 إن الدور يتناسب عكسا مع الجذر التربيعي لثابت صلابة النابض. طبعا البند الثالث واللي هو عليه اختر الإجابة الصحيحة في تدريبات الدرس A B C D، مهما تغيرت السعة لا تتغير قيمة الدور. طبعا تعليل، لأن علاقة الدور لا تحوي X max. إذن لا الدور يتناسب طردا مع الجذر التربيعي لكتلة الجسم، يتناسب عكسا مع الجذر التربيعي لسبب صلابة النابض، لا يتعلق بسعة الاهتزاز. طبعا سعة الاهتزاز هي X max. طبعا ليش؟ لأنه لا يحويه في علاقته. هيك بيكون استنتجنا له علاقة الدور والنتائج المتعلقة بهذا الدور.